مشاهدينا الكرام، بالعودة إلى موضوع توزيع قسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية منحا مالية على الطلبة النازحين في محافظة السليمانية. بشأن توزيع هذه المنح المالية ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل مسؤول القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين الدكتور أحمد الخطيب. مرحبا بك دكتور أحمد. منح مالية وزعتموها على الطلبة النازحين بمحافظة السليمانية، لو تطلعنا أكثر على هذه الحملة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تحية طيبة مباركة لكم ولتابعي قناة الرافدين. أخي، جاءتنا مناشدة من ثانوية صلاح الدين الأيوبي في مدينة السليمانية تطلب منا يعني مجد العون للطلبة النازحين والأساتذة المحاضرين المتطوعين. فقام وفد من القسم الإغاثي بالتعاون مع منظمة أم القرى لتوزيع المنح المالية على الطلبة النازحين وعلى الأساتذة المتطوعين، حيث شمل التوزيع 100 طالب نازح وكذلك بعض الأساتذة المحاضرين. تأتي هذه الحملة هي الحملة الثانية حقيقة لهذه المدرسة، وقد تقدمت إدارة المدرسة بالشكر والتقدير لهيئة علماء المسلمين على هذه المبادرة الطيبة. حقيقة الأمر ذكر لنا مدير مدرسة ثانوية صلاح الدين الأيوبي أن هذه المنح المالية المقدمة أنقذت المدرسة من يعني عدم الاستمرار في الدراسة، لأن معظم الطلبة يحتاجون المبالغ المالية من حيث دفع أقساط النقل وشراء بعض اللوازم المدرسية، وكذلك يعني بسبب هذه المنح المالية استمرت الدراسة للمدرسين المحاضرين المتطوعين. طيب دكتور أحمد، كيف تنظر أو ترى أوضاع النازحين في السليمانية؟ أخي، يعني أوضاع النازحين تكلمنا في لقاءات سابقة، أوضاع النازحين في السليمانية لا تفرق عن أوضاع النازحين في الأنبار وكركوك وديالة. يعني مرت سنين، هذه السنة الثالثة على النزوح، وحقيقة أن من نشاطات القسم الإغاثي ونشاطات القسم الاجتماعي والفروع هو التوجه الآن إلى أنه مد يد العون للطلبة في استمرار دراستهم، لأنه من غير المعقول ونحن يعني استمر النزوح إلى عامه الثالث أنه يحرم هؤلاء الطلبة من التعلم ومن أخذ فرصتهم في التعليم. كان توجيه من الأمين العام لهيئة علماء المسلمين لفروع الهيئة وللقسم الإغاثي وللقسم الاجتماعي أنه تكون هناك حملات تشمل الطلبة النازحين وتهيئة المتطلبات الدراسة في المدارس. فكانت لنا حملات كثيرة شملت الطلبة النازحين، من ضمنها تهيئة وتوفير كرفانات البناء الجاهز لإنشاء مدرسة كما مدرسة أم القرى في عمرية الفلوجة، وكذلك تهيئة لوازم الدراسة من الحقائب والرحلات الدراسية والسبورات وكذلك الملابس الشتوية في مخيم الحبانية. وهناك إن شاء الله حملات كثيرة تستمر بها الهيئة لمد يد العون إلى هؤلاء الطلبة. نعم. يعني هل هناك خطط أخرى مقبلة؟ نعم، الهيئة مستمرة في يعني تقديم المساعدات الإغاثية سواء للعائلات النازحة في المخيمات أو للطلبة النازحين، وهذا مشروع الهيئة في أنه يجب على الطلبة النازحين أن يستمرون في دراستهم، وكذلك حتى الطلبة في المناطق التي تعرضت للعمليات العسكرية. يعني عندنا حملات في الموصل وفي الرمادي وفي الفلوجة، يعني قمنا بتهيئة اللوازم الدراسية للطلبة. هناك مدارس يعني تعرضت إلى التدمير، استطاعت الهيئة وبالتعاون مع منظمة أم القرى بإكمال يعني المدارس والصفوف وتوفير
توفير لها اللوازم المدرسيه لتهيئه يعني الجو الدراسي للطلبه، اضافه الى تقديم للطلبه المنح الماليه والحقائب واللوازم الدراسيه. شكرا جزيلا لكم. نعم. دكتور احمد الخطيب، كنت معنا من اربيل، مسؤول القسم الاغاثي في هيئه علماء المسلمين.